خلال مباحثات ثنائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفق مع الرئيس الجزائري على ضرورة تعزيز جهود حماية الأمن القومي العربي والأفريقي. توافق بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وخروج المقاتلين الأجانب. مدبولي يؤكد على تكليف الرئيس السيسي باستكمال تطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة لاستعادة الوجه الحضري للعاصمة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أهلا بكم، والبداية بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر. زيارة تؤكد استراتيجية العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس تعزيز وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. ومن جانبه أكد الرئيس الجزائري أن زيارته الحالية إلى مصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، موضحا تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخما إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. هذا وقد ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل والاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت. هذا وقد شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين. كما تم التأكيد أيضا على الشراكة الاستراتيجية بين كل من مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، فيما تم التطرق أيضا إلى آخر تطورات الملف الليبي، حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حل حالة الأزمة الليبية. كما تم أيضا التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاثة ويحافظ على الاستقرار الإقليمي. كما تم أيضا التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الجزائري الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بينما أكد السيد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسؤولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية. هذا وقد تم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في نشرة أخبار الساعة الثالثة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس الجزائري. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هذه المباحثات عززت العلاقات المتميزة بين البلدين. لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية،
والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كما ذكر أيضا الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. فقد توافقنا على ما يلي: تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتذليل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منافع تمويلها. وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة. كما قال الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المباحثات تناولت قضية الأمن المائي المصري لكونه يمثل جزءا من الأمن القومي العربي. من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سعادة السفير. أهلا بحضرتك يا مهند. إذن هي زيارة هامة، يعني جرت من خلالها مباحثات هامة جدا ومتابعة للتنسيق المشترك بين البلدين في كافة المجالات وعلى كافة الأوجه وفي ملفات عربية وإقليمية عديدة جدا. ما هي خصوصية هذه الزيارة من وجهة نظر حضرتك؟ يعني نستبشر خيرا بهذه القمة المصرية الجزائرية في القاهرة اليوم، وهي حضرتك بتوفر قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة للعلاقات المصرية الجزائرية، تلك العلاقات التي تعود جذورها إلى عقود مضت كانت فيها تلك العلاقات صورة من الصور
البراقة من التعاون العربي والتعاون المصري الجزائري من أجل تأمين المصالح العربية والمصالح المصرية والجزائرية في شمال أفريقيا. نعم. الآن طبعا في تجارب مشتركة بين البلدين، سواء تجارب دبلوماسية أو تجارب حضرتك في مكافحة الإرهاب، كل من مصر والجزائر من الدول العربية والدول الأفريقية التي عانت من الإرهاب لكنها نجحت في دحر الإرهاب وفي دعم الدولة الوطنية، وكذلك نجحت في احتواء الفكر المتطرف. ودي من القضايا والملفات اللي هتكون دائما حاضرة في أي اجتماعات بين مصر والجزائر بمختلف مستوى على مختلف المستويات. هذه القمة قمة تأتي في وقت في نحن مسيس الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك بصفة عامة، ولتعزيز التعاون بين القوى العربية المؤثرة على مجريات الأحداث وبصفة خاصة مصر والجزائر في شمال أفريقيا وفي العالم العربي. ففي شمال أفريقيا كما أشار السيد الرئيس هناك تعاون نأمل في تعزيزه وترسيخه في المستقبل، تعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي دول الساحل وفي أفريقيا. كذلك حضرتك في التعاون بين البلدين والتشاور المستمر بينهما بالنسبة للملف الليبي، وبالنسبة لتقديم كل أشكال الدعم السياسي لتونس في المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر بها الآن. طبعا هناك ملف العلاقات الثنائية، لكن كما أوضح السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك مع ضيف مصر الكبير فخامة الرئيس عبد المجيد سبون، نتوقع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء في مصر والجزائر، وكذلك آلية التشاور السياسي المنتظم على مستوى وزيري الخارجية في كل من مصر والجزائر. طبعا العلاقات الثنائية علاقات حضرتك يعني كانت علاقات على مختلف الأصعدة السياسية، وأكاد أفود أيضا الاستراتيجية في فترة ما والاقتصادية والاستثمارات. أعتقد في هناك يعني إدراك من قبل القيادتين السياسيتين كما تجسد في قمة اليوم في إعادة تنشيط هذه المسارات. ومما لا شك فيه أن انعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين هتكون حضرتك رافعة لتعزيز هذا التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات. طبعا هناك أيضا التعاون بين البلدين في الملفات الأفريقية. نعم. الدبلوماسية الجزائرية لها حضور ولها تأثير قوي في نعم. في أفريقيا، ونأمل أنه آلية التشاور السياسي بين مصر والجزائر تناقش كيف يمكن السبل الكفيلة بتعاون دبلوماسي مصري جزائري في دفع الأجندة الأفريقية. نعم. كما يعني اسمحي لي أشير أنه في موضوع في غاية الأهمية أيضا في إطار التعاون بين البلدين في السياق العربي، ألا وهو أن الجزائر ستستضيف القمة العربية المقبلة إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة. والمباحثات اليوم القمة المصرية الجزائرية تناولت هذا الموضوع وجدول أعمال هذه القمة، وكذلك من ضمن القضايا الملحة والقضايا المطروحة في الساحة العربية الآن هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. صحيح. أنا أعتقد هذه قمة في تقديري قمة بتمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الجزائرية بما سيعود بالفائدة على مصالح البلدين وعلى الأمة العربية قاطبة. نعم، شكرا جزيلا لك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا في نشرة الثالثة. هذا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية
حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها. كما أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت أيضا لآخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، حيث توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إذن مشاهدينا، لمزيد من التحليل معنا ومع حضراتكم هاتفيا الأستاذ العزب الطيب الطاهر الخبير في الشؤون العربية بالأهرام. سيد العزب، أهلا بحضرتك، وبداية ما عنوانك الخاص لهذه الزيارة ولمخرجاتها؟ هذه الزيارة هي تسجيل لحقبة جديدة في التعاون الاستراتيجي المصري الجزائري، وعودة ما يمكن وصفه بالمحور المصري الجزائري إن صح التعبير لإعادة الانضباط إلى النظام الإقليمي العربي ووضعه على سكة التوافق فيما يتعلق بقضايا وأزمات المنطقة، بالذات في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد هي القضية المركزية الأولى للعالم العربي، وبالتالي وهو ما رصدناه خلال المؤتمر الصحفي بالذات فيما تكلم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر الآن والجزائر في ضوء هذه القمة البالغة الأهمية ستنطلقان نحو آفاق وفضاءات أكثر رحابة في تعميق العمل العربي المشترك. أولاً فيما يتعلق بتوفير البيئة السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى إنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وسوف يتم الاتفاق على موعدها المحدد في اجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 مارس المقبل، بحيث تكون هذه القمة وفق ما يرغب الجزائر وترغب القيادة الجزائرية أن تكون قمة فارقة وتحقق ما يمكن وصفه بالحد، ليس الحد الأدنى ولكن الحد الأكبر من التوافق العربي فيما يتعلق بالقضايا العربية وتحقيق التضامن العربي الحقيقي وليس القائم على البيانات والشعارات. هذا جانب. الجانب الآخر أن هذه القمة أعطت رسالة تطمين للفرقاء الليبيين بأن كل من مصر والجزائر تقفان إلى جانب الشعب الجزائري، إلى جانب الدولة الشعب الليبي، إلى جانب إعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة تبدأ بإجراء الانتخابات، وهذه المرة استخدم تعبير أو كلمة بالتزامن، الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن وليس بالفصل بينهما وفق ما تسعى إليه بعض الجماعات المنتمية للإسلام السياسي داخل ليبيا. وحرص البلدين على إجراء هذه الانتخابات على هذا النحو أنه يوفر لها القدرة على أن تستقطب أبناء الشعب الليبي وتشكل البداية الحقيقية لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة قائمة على الاقتراع المباشر وفي وفق محددات النزاهة والشفافية ووفق إشراف إقليمي ودولي وليس إشراف وطني أو ليبي داخلي. طيب سيد العزب، حضرتك بدأت الحديث بالعلاقات الثنائية ويعني تعظيم هذه العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار وحدة الأهداف
الأهداف المشتركة وفي إطار الإرادة المشتركة بين البلدين. بعدها حضرتك ذكرت الملف الليبي، هنا أسأل حضرتك فيما يتعلق ب إلى أي مدى هذا اللقاء الثنائي بين الرئيسين يمثل قاعدة انطلاق للعلاقات المصرية الجزائرية من جانب، والعلاقات العربية العربية من جانب آخر؟ فيما يتعلق بالبعد الثنائي بين مصر والجزائر، كما هو معروف العلاقات، والرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم اليوم استخدم تعبير علاقات متميزة، تعزيز العلاقات المتميزة. هناك علاقات متميزة وتاريخية وذات أبعاد استراتيجية منذ ثورة الجزائر، منذ أن قامت مصر بتوفير الإسناد الرئيسي لهذه الثورة، وصولا إلى إعلان استقبال الجزائر اللي تم الإعلان عنه في إذاعة صوت العرب هنا في القاهرة، والدعم السياسي والمادي والعسكري واللوجستي والإعلامي لهذه الثورة، ثم مشاركة الجزائر في أيضا بدعم لوجستي وعسكري في حرب 67 أو بعد الهزيمة مباشرة، ثم في حرب 73 بأكثر من 2000 جندي ومقاتل جزائري مع 192 ضابطا وأعداد كبيرة من ضباط الصف، إلى جانب 50 طائرة جزائرية مقاتلة وعشرات الدبابات والمدرعات. هذه الخلفية التاريخية تعطي سمة التفرد لهذه العلاقات. بناء على هذا التفرد تنطلق العلاقات الجزائرية المصرية اليوم بهذه القمة المهمة، وهي أول قمة بين الرئيسين وفي القاهرة، لتنطلق لتعيد صياغة هذه الأبعاد الاستراتيجية في التعاون المصري الجزائري على مختلف الصعد التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب سيد العزب، حضرتك تأمل في تضامن عربي حقيقي وليس مجرد بيانات يعني على الورق فقط، إلى أي مدى هذه القمة مؤشرة ومبشرة لهذا التضامن في قمة عربية مرتقبة؟ يعني عندما أرادت الجزائر أن تنطلق لتحقيق مشاورات عربية نحو تحقيق هذا القدر الذي تسعى إليه من التضامن العربي في قمتها المرتقبة، بدأت بمصر سواء من هذه القمة اليوم، وقبل ذلك زيارتان لوزير الخارجية الجزائر للقاهرة في غضون فترة قصيرة. وبالتالي تمثل مصر بالنسبة للجزائر البوابة الرئيسية للانطلاق نحو مشاورات عربية خلال المرحلة المقبلة لتذويب بعض التناقضات والخلافات والتباينات في المواقف العربية تجاه قضايا مهمة، في مقدمتها موضوع ملف السلام في والقضايا الفلسطينية، وأيضا ملف عودة سوريا للجامعة العربية. وأنا أظن أن هناك اجتماعان مرتقبان على المستوى العربي، اجتماع تشاوري لوزارة الخارجية العرب في الكويت نهاية هذا الشهر بدعم من الكويت باعتبار رئيس الدورة الحالية للجامعة للمجلس الوزراء العربي، وهو اجتماع ليس رسميا ولكنه يتم الحديث فيه باستفاضة وبعيد عن الإعلام. وفي هذا الاجتماع سوف يتم يعني وضع الكثير من المحددات والخطوات المرتقبة، ثم يتم بلورة هذه التصورات في الاجتماع لوزارة الخارجية الرسمي الذي سيعقد في 9 مارس المقبل بجامعة الدول العربية، وهي دورة عادية من دورات الجامعة العربية لكنها ستكون من الأهمية بمكان، لأنها ستبادر أولا توافق عربي على القضايا المختلف عليها، ثانيا تحديد موعد القمة العربية في الجزائر الذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن. قضية الأمن المائي المصري طرحت طبعا وكانت على رأس أجندة اللقاء بين الرئيسين، ماذا تريد مصر من الجزائر في هذا الملف بالتحديد؟ رأينا خلال الأشهر الماضية أن وزير الخارجية الجزائري توجه إلى أثيوبيا والسودان في مسعى لمحاولة التوسط للمساهمة بجهد ما في إنهاء هذه الأزمة أو إحداث تقارب في المواقف بالذات بين مصر والسودان من ناحية، وسوى من ناحية أخرى نفهم أن أثيوبيا تتمسك بمواقفها التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، ولكن يبدو أن الجزائر اليوم في ضوء القمة اليوم توقفت بين رئيس تبون ورئيس عبد الفتاح السيسي، أفضت إلى أن الجزائر باتت مقتنعة بالرؤية المصرية التي تتحدث عن أهمية وضع قواعد لملء وتشغيل السد
وفق القانون الدولي ووفق المحددات الفنية التي يتعارف عليها الخبراء، ثم التواصل الاتفاق ملزم للجانبين أو للجوانب الثلاثة أو للشركاء في موضوع سد مصر والسودان وأثيوبيا. وأظن أن هذا الموقف من الجزائر سيضيف إلى الموقف المصري قوة، خاصة أن هناك أنباء أن أثيوبيا في الآونة الأخيرة بدأت تتجه نحو قدر من العقلانية، وأتمنى ذلك أن يكون صحيحا خلال هذه المرحلة بإذن الله. اتضحت فكرتك السيد العذب الطيب الطاهر الخبير في الشؤون العربية بالأهرام، أشكرك جزيل الشكر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية. وخلال الاستقبال أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عزف السلمين الوطنيين وتم استعراض حرس الشرف، كما تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه تم إجراء مباحثات مثمرة تندرج في سياق تشاوري مستمر بين البلدين. وأضاف الرئيس الجزائري على أنه تم الاتفاق على مواصلة جهود تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين. بيننا تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي
والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الأسيوية. كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة العمل على صياغة استراتيجية للتعاون الجزائري المصري على الصعيدين العربي والأفريقي. وأضاف الرئيس الجزائري على أن هناك توافقا تاما في وجهات النظر مع مصر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. تطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي والجزائري المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير، داعيا الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم 25 يناير سوف يظل خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 52 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات. وأضاف الرئيس السيسي أن هذه هي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب، وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة 25 يناير. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن يوم عيد الشرطة هو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان. وتوجهت السيدة انتصار السيسي في صفحتها على فيسبوك بالتحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبنائهم الأبطال فداء لمصر ولشعبها، مؤكدة أنه ولو لولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وفي طريق جمهوريتنا الجديدة.
هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية على رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة 70. وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن ما قدمه رجال الشرطة في مثل هذا اليوم من بطولات هو مجرد رمز ونموذج على البذل والتضحية التي يقدمونها دائما فداء للوطن. وأعربت الكنيسة القبطية في بيانها عن تثمينها لهذه التضحيات داعية لها أن يحفظ رجال الشرطة ويحمي مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار. هنأ رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي جموع المصريين بذكرى ثورة يناير، مؤكدا أنها تمثل يوما فارقا في الذاكرة الوطنية. كما أرسل رئيس الأساقفة ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة الباسلة، لافتا إلى أن رجال الشرطة ما زالوا يقومون بالتضحية بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار في حربهم على الإرهاب. وأكد رئيس الأساقفة أن المصريين جميعا يقدرون تضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين يدفعون حياتهم يوميا فداء للوطن، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء. أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 70. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد شريف فاروق، قال إن عيد الشرطة يمثل أحد فصول النضال الوطني ومناسبة تاريخية تظل تبعث كل عام من الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار. هذا وقد أضاف أن الهيئة القومية للبريد تبادر بهذه المناسبة بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات، وتعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان. وخلال استقباله للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، شدد رئيس مجلس النواب على الثقة التامة في أعضاء المجلس للاطلاع بمهامهم الوطنية. من جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب، مشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا لأقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة وعدم حدوث أيضا ضرر لدولتي المصب مصر والسودان. وأكد مدبولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، وذلك بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار أيضا بما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل والتي يعد النيل الأزرق مصدرها الأساسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر، وذلك من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول. وأكد مدبولي أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي. أكد رئيس مجلس الوزراء على وجود تكليفات رئاسية باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة ولتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة. كما شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل تمهيدا لتسكين المستحقين بها. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع وزاري عددا من ملفات العمل الخاصة بوزارة المالية، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022-2023. كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق العالمية، وتم الاتفاق على أهمية عمل الحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي ولتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير. واستعرض الاجتماع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلى أنسب مزيج للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخليا بأعلى عائد وأقل تكلفة. وأضاف رئيس الوزراء أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ويجرى تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة. أكد سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو علاء يوسف أن ما شهده منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يعد انعكاسا للدور الهام الذي يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية أسبوع الصوت الذي يتم تنظيمه سنويا تحت رعاية اليونسكو. هذا وقد وجه السفير علاء يوسف خلال كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة أسبوع الصوت الدولية، مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الإقليم العربي يشهد تحديات متعددة يتعين مواجهتها والتغلب عليها، وذلك من خلال العمل العربي الجماعي، وهي تحديات تتمثل في بعض المسائل الأمنية والمشكلات التي تصدرها إلينا دول الجوار العربي في الأساس. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أبو الغيط أمام كلية الدفاع الوطني بمسقط بعنوان المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك. استعرض خلالها خلفية تشكيل النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء، وقالت الهيئة في بيان لها إن القوات الأمنية وبمشاركة الفوج الثالث في قيادة عمليات صلاح الدين الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية شملت دهما وتفتيشا ضمن قاطع المعتصم جنوب سامراء، وذلك بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابي.
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن جائحة كورونا سوف تبقى تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وقال أدهانوم إنه يجب على العالم أن يقبل بحقيقة أن جائحة كورونا ستظل ماثلة مستقبلا، وأضاف أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن 100 حالة كل 3 ثواني في المتوسط، وفقد شخص حياته بسبب فيروس كورونا كل 12 ثانية، ولا يزال من الخطر افتراض أن مايكرون سيكون المتغير الأخير أو أننا وصلنا إلى نهاية الجائحة. قال الفريق الحكومي المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن السلطات الصحية سجلت زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بكورونا. يأتي هذا وسط تزايد انتشار أوميكرون في أنحاء البلاد، وهذا وقد ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية هناك إلى 67,809 حالات مقارنة ب 65,109 حالات في اليوم السابق، كما سجلت أيضا السلطات 681 وفاة جديدة. كما سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقما قياسيا بلغ 8,571 إصابة جديدة مدفوعة بالتفشي السريع لسلالة أوميكرون، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق قيود معدلة لكبح تفشي المتحور سريع الانتقال. بهذا ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749,979 إصابة، وبحسب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تعد هذه المرة هي الأولى التي تتخطى فيها أعداد الإصابات اليومية 8,000 حالة منذ أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس في 20 يناير 2020. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ما يقرب من 6,588 حالة بعد تسجيل 23 وفاة جديدة. أعلن مسؤولون يابانيون أن الحكومة المركزية بصدد توسيع نطاق حالة لشبه الطوارئ المرتبطة بمكافحة كورونا لتشمل 34 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد مع إضافة 18 منطقة أخرى. هذا وقد أفاد المسؤولون أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل ستهدف حالة شبه الطوارئ إلى تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية ومنع النقص في العاملين الأساسيين الذين قد ينجم عن نقصهم زيادة الإصابات والاتصال الوثيق بالمرضى. وكانت طوكيو وثلاث محافظات أخرى مجاورة من بين 13 منطقة قد أضيفت إلى حالة شبه الطوارئ الأسبوع الماضي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا الأسبوع. في الوقت ذاته أعرب الكرملين عن أن موسكو تتابع وبقلق بالغ تأهب القوات الأمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن وضع الولايات المتحدة لقواتها في حالة تأهب لا يؤثر على المحادثات معها. أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن عليها البقاء في حالة الاستعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسي ذلك. يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا. No decisions have been made to deploy any forces from the United States at this time. And by say heightened alert, in some cases, some of these forces were already. (تصفيق)
استقبلت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية سلام الغويل، واستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وقالت وزيرة التجارة إن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة أو المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021، حيث احتل المرتبة التاسعة عالميا بقيمة صادرات بلغت ما يقرب من 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020، محققة بذلك نسبة زيادة بلغت 64.5%. من جانبه، أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي. شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27. هذا وقد أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية، سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم أو رفع الطموح ودمج القطاع الخاص، ودعم مصر أيضا في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية يشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، هي إصلاح دعم الطاقة والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف. جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي تحت عنوان بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تفاصيل انطلاق النسخة 5 من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر فبراير المقبل. يشارك في المؤتمر أكثر من 26 ألف مشارك و260 متحدثا يمثلون المسؤولين والخبراء ورؤساء شركات البترول والطاقة، بالإضافة إلى أكثر من 450 عارضا من شركات البترول المحلية والعالمية. كما يشهد أيضا عقد عدة جلسات عن وقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط، إلى جانب الجلسات الخاصة بتمكين المرأة في قطاع البترول وبرامج لتدريب الشباب. كنا موجودين علشان نطلق الإعلان الخاص بإن شاء الله النسخة 5 من مؤتمر مصر ومعرض البترول الدولي في نسخته 5 إن شاء الله من يوم 14 ليوم 16 فبراير القادم. وبإذن الله إحنا يعني بدعم من فخامة الرئيس اللي بيرعى المؤتمر وبيحضره إن شاء الله للافتتاح، إحنا طبعا يعني تلقينا حتى الآن تأكيدات من وزراء دوليين ومن شركات رؤساء شركات دولية وأجنحة كثيرة ستكون ممثلة لدول مختلفة مع عدد كبير جدا من العارضين. إن شاء الله نتوقع أن هو يكون حضور كثيف. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة 3. الآن إلى العناوين. خلال مباحثات ثنائية، الرئيس السيسي يتفق مع الرئيس الجزائري على ضرورة تعزيز جهود حماية الأمن القومي العربي والإفريقي. توافق بين الرئيس السيسي وناظريه الجزائري على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وخروج المقاتلين الأجانب. مدبولي يؤكد على تكليف الرئيس السيسي باستكمال تطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. شكرا لكم وفي أمان الله.